السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن، واليوم جايب لكم مقطع جديد. جايب لكم مقطع جديد كود، طبعا يعني ما احتاج اقول لكم البحث عن المعركة. يلا لما نبدأ الجيم اجيكم. دخلنا جيم وراح اختار شخصية الغواص سازم، غواص عشان نغوص فيهم ونعم بالارض الفساد. نشوف اللي ضدنا كم البلاتم. لا ما مو مطلعين النوس. سام صعبة كيوي مشيك هو مو زين اقرا انجليزي طبعا. يعني تشوفون سلاح جليل، الجليل هذا مصنوع من المخابرات الامريكية الاسرائيلية رافت الهجين، وراح ندعس بالسلاح حق المخابرات الامريكية الاسرائيلية رافت الهجين. اول كل على السريع والله نذاب سنعاء. طبعا يعني صوت الجيم يا اخي عالي عندي بسمع، ما ادري اذا عندكم عالي او لا. المهم نتكلم. شوف النطة وتموت. دخلت يعني عشان اكون صريح دخلت كم جيم كلها مدعوس. الله يا الايم، اذكر ربكم لازم تجي تسلسل. شفتوه؟ طب لا ذبحت واحد. هذا ما غير يذبحني. كم لبلا؟ لازم تشيك على لبلا. يا هلا بسجل، ايش فيه؟ هذا واحد، لا مو هو. المهم اني ذبحت واحد. شوف وين هذا الثاني؟ الصق ام هذا هني. ما ادري ليه اسلحته ما قويه، لما احط نفسها ما تصير قويه. ما طلع الاحتراف يقوي الطلقه. طلقات السلاح هذا من المخابرات الامريكيه الاسرائيليه. صدق ترى سلاح يعني حقيقه وليس خرافه، سلاح جليل الصناعه الاسرائيليه. ولكن نحن المسلمون ونريهم كيف نستطيع ان نهزمهم باسلحتنا. تجيني تلقى واحد. طبعا هذا زبنتي المعتاد. والله غش يا اخي، هذا ما غير يذبحني. والله نفس الشخص. يعني غواص وثلج. واضح اتوقع واضح. يعني غواص وثلج وحركات. يعني انا اخترت هذه. شوف خل نشوف. شوف كم ذابحني، 4-2، انا ذابح مرتين وذابحني 4 مرات يا اخي، والله غش. خلوني احول اسلحه يعني ادعسهم فيها تدعيس. خلنا ناخذ اسلحتهم ونشوف. سندبحني. صوت غراب. سمعتوا؟ ما علي. ما في امل اجيب جيم حلو شكله. والله لما ما اصور واسجل جيم قسم بالله اني ادعس، ولكن لما اصور اندعس. يلا احلى هد ببلاش نجي. انا خايف اعطي نفسي عين. قلنا 100 على اليو اي في. ناخذ سلاح. هذا سلاح جامع حزمه بلاك اوبس 2، هذا لا اذكره صراحه. بس يلا سربرايز ماذر فاكر. ام جي ذبحته وجبت اليو اي يو اس بي يو اي بي. شوف يو اي بي استابلش اوفر هيد، يعني في يو اي بي فوق راس ولا دام. هذه رسبون من جهتين. شوف ازبن ابدم. ناتي الى هنا. والله يا اخي المفروض دبل يا اخي. والله يا اخي المفروض دبل يا اخي. لهم يعني يبانا كذا. انا ذبحته قد ما ادري. تعال يا زبال تعال. اطلع. بينك لاك، صدقوني لاك.
قادر اذبح ابد كبت ذا. صار صار انا دبلت غريبة. انا دبلت والله غريبة. تبع احتراف يعني حتى انا عندي دايموند يلا. واه سلاح الدايموند. عشان تجيب الدايموند لازم تغني تحفظ اغنية لا جزا الله حمامة فوق الابراجين احد. لازم تحفظها كامل. الكلب 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 الكلب. بدوها بكلاب وطيارات وحركات ويعني اني حتى انا جبت الدايموند. اه وينكم؟ ايوه وين الرسبون يا اخوان؟ يا اخوان الرسبون يا اخوان اتقوا الله. هذا هذا ذبحت الزبال هذا. اتوقع عرفتوه اللي دبلني. والله سلاح قوي مره. والله السلاح هذا داعس. ايش صار صار وين؟ تدعسك. يمه تسوي كذا؟ المنظار يكشف لك اماكن الاعداء. وين الاعداء الجايين؟ هذا واحد جاي. هذا تبونهم؟ انا مسوي نفسي يعني اني والله يا اخوان اني اعرف العب يا اخوان. شوف شوف شفتوا؟ شفتوا اني اعرف العب؟ عسى ما يقعون فيها اصدقائي. عشق عبي طاقتك. هذا هذا زبال يا اخو. ما غير يذبحني ما غير يذبحني. 25 18 25 18 كل. طبعا مو انا. والله يا اخي رجعوا اشياء واجد من كود. رجعوا هذه الشخصيه كم سلاح شنو المغزى ما ادري. والله الربع عني ما العب كود واجد يعني تشوفهم برستيج ما ادري كم. والله ما ادري ما اعرفه. ويعني مثل ما تعرفون يعني رافت الهجين معكم في الاناديت. هندعسهم الجيم الجاي. هنجيكو الجيم الجاي. سلام عليكم ورجعنا الجيم الجاي. حاطين لنا محجب. هذا ما راح اختار محجب. انا راح اختار ابو كلب وحاط سلاح سكراتش. سكراتش هذا من اقوى الاسلحه. من اقوى الاسلحه سكراتش. اعرف اسمه صدق. لا تستعب قاعد استعب. شوف الاعداء وين جايين. انت اللي عليك. ايش رايكم؟ في واحد بيجيني. لا ما في هجوم. نجي بدايه يعني كل شيء له بدايه يا اخوان. ابلع ديسلايك. لا يعني احنا اخوان وما يحتاج ديسلايك يعني. هاي احا هاستايل باتل بيكون اون لاين. ابلع ما ادري انا نطيت. طيب بس اللي صار بالضبط انا ما اعرف. انا ما اعرف عشان طلع الدايم مود مثل ما قلت لكم. راح اسوي لكم شرح. لازم تحفظ اغنية لا جزا الله حمامة فوق الابراجين احد. ابلع اسرق ذبحتك يا خوي معليش. بس ما ست طلقات اهم شيء ما تموت. شفت شيء صقع خوي صقعه. يعني مسويني يعني اللي شفته من فوق بس سبق له. ايش فيكم؟ طبعا هذه فكره جديده. حطها هنا. يجيك صاروخ ويذبح. لا تسويها نصيحه. اوبا. سكراتش يعني اثبت قوه السلاح. سكراتش. سكراتش. والله صدق ما اعرف انطق. سنكون صريحين. لكن يعني نفعل ما يفعلون الناس بهذا السلاح. نذبح يعني. نذبح عشان الله صب بنفسجي. ابلع. طلقتين باقي. عشق.
ادري وينينج ذس بس جاب التعادل. حبيبي راد جوني ان شاء الله وجون عشرة. دعسكم ادعسكم. اي نعم معروف انا والله اني يا عيال ان حسبالي هي لنا ومطمن. مرة صعد فوق خذوها مني. شوفوا اقسم بالله يا عيال لما العب فيه ما اذبح بطلقة واحدة. لكن ما عليكم ان شاء الله الهدف الرئيسي من هذا المقطع ايوه نطلع الكلب. والله ان شاء الله لو تقط تشويش معدني تشويش كل شيء داعسكم داعسكم. شفتوا؟ حطيتها طططط فقط ابلع. نعم ما حد يمر هني. شفتوا؟ صار اخضر. انقلب الرسبون انقلب الرسبون ولا انا المفروض داعسهم ولكن نجيهم من ورا الحين. هذا ادري تعال يا الصياد انت اللي فوق. تعال وانا خياك. شوف شفتوه؟ واو كفو. الكلب على حظي ما راح يذبح واحد. وينهم؟ وين رسبون؟ وحنا مين؟ وحمو مين؟ وحنا وين؟ وين الكلب؟ الحين صرنا لوزنج ذا فايت. والكلب وين؟ انا ما ادري ما ذبح لي احد، مات. انا مو كلب الفقر. ايوه. ايش رايكم بالنقطة الاحتراف؟ شفتوا قالوا نيو هاكرز بريجكتر تو سيستم. المعنى ان دفع حراس دوا قاعد الفعال. مسوي يقدرنا؟ ما ادري. انا مضاد للغدران. طبعا هذا دبل خوياي ورسبنا وراي وعلى حظي ويذبحون. يا اخوان يا اخوان ايش فيك انت يا اخوان؟ تهوشنا بس تهويش ويذبحني. انا اعطيته فرصه يعني بيني وبينه الحمد لله انها لنا. والله سمعت صوتها قمط. ابلع. الحين صرنا ويننج ذس بعدين لوز ذا جيم بعدين وهذاك حاطه بمكان حلو والله خربته. هذه تمر من فوق تخرش اهلك صوتها. يس يس صف عليه. ادعس. متى يتغير يصير مو اخضر؟ والله نور ازرق صار. تكفى تكفى. كم قال 125 على اليو اي في؟ كم ذابح؟ 22 115. لا جدا ممتاز. هذا ايش والله يا اخي سلاحه شكله قوي. اوه فرد هذا. انا هذا يبيله ايم صراحه وانا مو مستعد له عشان نكون صريحين. شوف شنو سلاحه هذا في السلاح. يلا خلينا نجربه. يمه صار ما ادري حشرنا بزاويه الحين. لكن لا تنسوا شيء عندنا وما عندهم اللي هو الدايموند الازرق. أربعة وعشرين 17 ما احتاج اقول لكم يعني ما احتاج اقول لكم شلون دعست انا بالجيمين هذول. وهذه كانت نهاية حلقتنا اليوم. اعتذر بنهاية الفيديو ان طفى الكام طفى والله ما ادري هو كنا الساعة يفصل. المهم اذا عجبك المقطع عطنا لايك واذا ما عجبك المقطع عطنا ديسلايك مع ذكر السبب. خذلك فرة بالقناة يعني عجبتك واحد سبسكرايب وانشرها بين اخوياك يا اخوي ما انت خسران شيء. انشر قط المقطع بجروب شيء. السلام عليكم.